علي عباس، هزتك برشا اخبار في برشا فرق في تونس، انا في النادي الافريقي في الطراجي، شنو صحه الاخبار التداول طويك؟ والله يا سيح، كما قاعد تحكي معنا سمعت ونقرا في الميديا، معناها في وسائل التواصل الاجتماعي ثم عروض، كان ثم دي كونتاكت معناها في قبل بيريود ماي، معناها كلمني سيمون صار وزاد حتى كالكوزان في الهيئه نتاع الترجي وسالوا على السيتياسيون تاعي، يقولوا معناها مش بين جيت بري المرسى من بعد كيعرفوا اللي جيت ديفينيتيف تعداوا المرحله الثانيه في العروض، وما زالت معناها ما ثماش حاجه معناها رسميه. اي معناها العروض فني تاب، معناها في مقترح الفكره في اصلها، والا فما مقترح مادي؟ هما كما كنت نحكي لك معناها شافوا الايطاب نتاعي، معناها يسالوا على الوضعيه اللاعبين، ومن بعد معناها كان ثم ايطاب ثاني يتعداو، مادام مازال سو كونترا مع المرسى معناها يتعداو المرحله الثانيه اللي هما يكلموا سيمار بن عيس، خاطر من نجم نعمل حاجه كما تعدى على رئيس مستقبل رياضه بالمرسى. شكون الفريق الاكثر معناها جديه؟ والله يا هوكا سي محرز، ومش نرمي في الورود، اما الراجل يخدم معايا عنده برشا معناها موكل له، معناها هو اللي هيلي بالامور بتاعي، معناها دونك نشوفوا احنا كما قاعد تحكي الاكثر جديه هما اللي باش نخدموا، معناها ندخلوا معاهم، معناها فهمت، هما اللي نكملوا معاه في النيغوسياسيون. الترجي الرياضي معروف. والله كما كنت نحكي لك هو سي محرز هو يحكي لك اكثر ان شاء الله. لا احكي انت وبعد نساله سي محرز. والله يعني قلت كان اللي يدخل اكثر معناها اللي يظهر اكثر رغبه، ومعناها الواحد واكثر جديه معناها في النيغوسياسيون يتعدى زاد عن كما كنا نحكي لك عن طريق رئيس مستقبل المرسى، هو اللي نمشيو معاه في النيغوسياسيون ان شاء الله. حسيت فما رغبه ومسؤوليه الترجي بالحق في انتدابك؟ ثم كما كنت نحكي لك معناها وقت اللي خرجت من ليتوال معناها كنت ديما نخرج سو فورم دو بري، هما مقبل عندهم الرغبه باش ياخذوني، وقت اللي خرجت ديفينيتيف معناها هذه لوكازيون باش الواحد باش معناها هما ياخذوني، واحد يتعدى البالي اخرى في الكارير نتاعو ان شاء الله. نصور لهيئه المرسى معناها باش صعيب باش تفرط في جوار كلي معناها. صحيح، اما وقت اللي حكيت مع سيمار في النيغوسياسيون من الاول قلت له راه معناها تفهمنا في الموضوع، معناها كونه كان يلزمني نقدم الاضافه الساعه المستقبل الرياضي بالمرسى، ومن بعد معناها كان جات عروض هو كان متفهم، وديجا عملنا كلوز، يعني كي تعمل كلوز يعني كونه معناها عارف اللي كان تجيب العرض المادي ذاك تنجم تخرج، معناها كلوز ليبراتوار. وقد معنا على سي محرز عويده وكيل اعمال لعب علي عباس، شنو توصلنا عليه؟ قال فما عروض كل شيء، يمكن ناخذ الحكايه معناها بالتفصيل ما عندك انت. والله السلام عليكم سي عبد الوهاب، اولا ما تعرف قيمه علاء خاصه اخلاقيا وكرويا، عدى تو اربع مواسم خاصه في باجة ولا في زرزيس ولا في المرسى، ست شهور وضعت الاضافه، كل لاعب يطح معناها عنده طموحات كبيره، فهمني طموحات نتاع فريق القومي، خاصه ما تو تعرف فريق القومي فما المساعد سي غازي الغريري يعرف اللي هو معناها لعب معاه في زرزيس، معناها طموحاتها كبيره، فهمني صحيح فما كالكي توش من هذا ميساج الغراري، اي ميساج الممرن البلجيكي ولسي غازي الغريري. سي محرز بالتفصيل شنو الاتصالات معناها منين صادره من التراج؟ اتصالات ولا اتصالات صحيح، هو فما اتصالات من الترجي ومن الكلوب رسميه، معناها نطاق رسمي، اتصالات رسميه معناها حكوا معايا، حكوا مع علاء كونسرنون اسبيرونس مثلا، عنده برشا مثلا يتبعوا فيه من اللي هو كان صغير، من اللي هو عمره 16 سنه فهمني، وكما قال لك علاء تو كل عام فما حكايه سلف تو مادام ديفينيتيف في ليتوا في المرسى، وفما انكلوز ليبراتوار ان شاء الله، كان فما عرض باهي للمرسى واللاعب علاش لا. وين وصلت الاتصالات طويك؟ والله حاليا نشوف سيمون صار له حيشي المره اللي فاتت قابل هو وعلاء وحكى معاه، معناها قال له معناها نشد على الكلوز ليبراتوار، فهمني خويا ولا معناها يبين لك اللي هو انت الريسيبر علاء، واللي فيه الخير يجيبها ربي خويا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله.